السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد أوقاتكم جميعا، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. خبروني إذا طالعة، أنا طالعة صورتي. وصلنا لاثنين رمضان، الحمد لله اليوم الثاني من أيام رمضان. الله يجعل أوقاتكم كلها طاعة وإجابة الدعاء. لا تنسوا الدعاء برمضان والتوسل بأسماء الله الحسنى. اهلا وسهلا كل اللي عم ينضموا لنا. انا ما بعرف اذا صوتي طالع، بس يا ريت حدا يخبرني اذا صوتي طالع او لا. احيانا عم يصير مشاكل تقنيه بالفيسبوك. اليوم وصلنا للصوره الثالثه من صور القران الكريم. اول صوره سوره الفاتحه. اذا صوتي مو واضح خبروني لحتى اعلي الصوت او اعمل اي شيء. اول صوره من القران الكريم سوره الفاتحه. ثاني صوره كانت البقره، حكينا عن سوره البقره، بس حبيت انا اجل أواخر سورة البقرة مع آل عمران لأنه مرتبطين ببعض. على فكرة كتير في من الصور مرتبط بيكون آخر سورة بأول السورة اللي بعدها، يعني ما في شيء عبثا. القرآن الكريم ما له مرتب ترتيب عشوائي. فأول شيء بدي أحكي بلش بخواتيم سورة البقرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني كلكم حافظين الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. هاي السورة تحفيز، هاي الآية تحفيزية للمؤمنين وتشجيعية لألون إنه أنتوا إذا كنتوا مؤمنين بالكتب السماوية كلها اللي قبلكم، وإذا كنتوا كلكم إيد واحدة، فأنتوا ما بتنغلبوا أبدا. وسورة آل عمران إجت تشجيع لنكمل سورة البقرة، اللي هي سورة البقرة هي المنهج والدستور للإنسان المؤمن. سورة آل عمران هي المفسرة أكثر لكيف نثبت. يعني سبب نزول سورة آل عمران، السورة الثالثة من القرآن الكريم بعد سورة البقرة مباشرة، لأنه هي مهمة جدا. يعني نزل الدستور، طيب وطبقنا، طيب كيف نثبت؟ أهم شيء الثبات. حتى بعلم العلوم الحديثة هلأ، ولما يحكوا عن التحفيز وعن تطوير الذات وعن التشجيع للإنسان، لازم الثبات والاستمرارية، وهي السورة بتحكي لنا عن الثبات. طيب بدأت السورة بحب أني أذكر أول السورة لأنه كتير مهم. الآية الأولى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. على فكرة مذكورة كمان بسورة البقرة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وبعدين إجت سورة آل عمران كمان بالآية الأولى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ليش؟ لأنه اسم الله الحي القيوم، الله الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. وفي حديث نبوي صحيح بيقول أنه اسم الله الأعظم ورد في القرآن الكريم بثلاث مواضع، ثلاث مواضع: سورة طه وسورة آل عمران وسورة البقرة. سورة البقرة طبعا تعرفوا آية الكرسي، سورة آل عمران أول آية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هاي أول شغلة يلي بيتعبد الله سبحانه وتعالى بأسمائه بيكون مستجاب الدعاء وفي بركة بحياته. هاي أول شغلة حبيت أذكرها، هي بس على الهامش. هلأ بدنا نبلش عقبات الثبات. بلشت السورة بعقبات الثبات للإنسان المؤمن، طبعا طرق الثبات وعقبات الثبات. هلأ أول شيء عقبات. اولا، اول عقبه الاولى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره. يعني الانسان لما يكون بس متبع هواه وشهواته، فهي من 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 اثار الانسان انه يرتد عن دينه او يترك دينه او يتبع هواه او يكون يعني ما له ملتزم ولا عنده ثبات. هي اول عقبه. العقبه الثانيه حكى عن غزوه احد، حكى عن غزوه احد، وكانت هي عباره عن تفسير للحكي اللي عم تحكيه السوره انه ليش في عقبات للثبات، وهي كانت مثال حي للثبات. لأنه فشلوا المؤمنين، فذكر القرآن أنه سببه أنتو. فذكر القرآن من العقبات أيضا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. الرد: قل هو من عند أنفسكم. هذا هو الرد على غزوة أحد. لا تقولوا انه بس نصيب، لا، قل هو من عندي انفسكم. راجعوا انفسكم، في شيء خطا بالتخطيط، في خطا بالنوايا، في اخطاء عملتوها لحتى ما زبطت معكم وما نجحتوا بغزوه احد. هلا بعد ما حكى عن عقبات الثبات، حكت سوره آل عمران عن عوامل الثبات. عوامل الثبات هي خمس عوامل. اول شيء الدعاء الله. دائما الإنسان قد ما عمل جداول وقد ما عمل وقد ما خطط وقد ما فعل، بس
لازم يتوكل على الله ويدعو الله بعد ما يخلص كل دعاء وقبل ما يخلص كل عمل، قبل ما يخلص العمل وقبل ما بعد ما يخلص العمل لازم يكون في دعاء بحياته. وذكر ذكرت السورة أمثلة على هي: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. من الأدعية كمان دعاء زوجة عمران يلي هلأ بدي أحكي لكم قصتها. دعاء زوجة عمران: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. ودعاء زكريا، ذكر كمان من عوامل الثبات الدعاء دعاء زكريا: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إذن العامل الأول للثبات الدعاء. ثاني عامل العبادة. الإنسان بدون عبادة ما بيقدر يثبت، لازم يستمر على العبادة. فذكرت العبادة بالقرآن بسورة آل عمران بالآيات التالية: فتقبلها ربها بقبول حسن على سيدة مريم، هذا الحكي، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما ذكر دخل عليها زكريا المحراب، يعني كانت دائما هي متعبدة، هي السيدة مريم أم المسيح عليه السلام هي كانت متعبدة دائما. وكمان سيدنا زكريا اللي هو كان متكفل بسيدة مريم هو كمان نفس الشيء كان متعبد جدا، كان وذكرت الآية هذا الكلام: فنادته الملائكة وهو شو؟ وهو قائم يصلي في المحراب. يعني ما صار الفرج وإجابة الدعاء إلا لما كان قائما يصلي في المحراب. إذن الصلاة يلي بيقول إنه الصلاة بس يعني إنه مو ضروري وبالقلب والله الإيمان بالقلب وكذا، أوكي، بس أنت ما لك عم تثبت على المنهج، لازم المنهج، لازم التزام بأوقات الصلوات والتزام المحراب لحتى رب العالمين يثبتك ويستجيب دعائك. من عوامل الثبات أيضا العامل رقم 3 يلي هي الدعوة إلى الله. يعني الإنسان لا يكون إمعة ولا يكون قاعد سلبي ما بيعمل ولا شيء، إذا شاف خطأ لازم يحكي ولازم يحاول يغيره، حتى لو ما حكى يحاول يغير شوي بالمجتمع، بأفكار المجتمع، ينكر الأشياء الخطأ، المعتقدات الخاطئة بمجتمعنا. فالدعوة إلى الله من أسباب الثبات. ولتكن منكم بنفس السورة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكمان رقم 4 ذكر من أسباب الثبات هو وضوح الهدف. وضوح الهدف كمان هي كانت من أسباب سورة آل عمران، أن الإنسان لازم يكون عنده هدف بالحياة. والآية هي: الذين يذكروا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وضوح الرسالة في الحياة. نحن ما انخلقنا عبثا، ونحن في إلنا رسالة، نحن خليفة الله في الأرض. وطبعا الله سبحانه وتعالى بلغنا بصورة البقرة أنه نحن خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. وإجت عليها هاي الآية بالصورة اللي بعدها ردت عليها: كيف تثبت وكيف تكون خليفة؟ إنك لازم يكون عندك رسالة وهدف واضح بالحياة، يلي هو ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كل شيء ننوي لله، وكل عمل نعمله بناء وتعمير بالأرض ودعوة إلى الله، ما دعوة بس يعني إنه واحد يمسك القرآن ويدعو إلى الله، ولكن الدعوة إنه الإنسان يساعد الناس، يعمر الأرض، يعني هي الدعوة إلى الله. مو مثل إحنا ما مفكر إنه شيخ وكذا، يعني مو ضروري، يعني كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. النقطة رقم 5 من عوامل الثبات اللي ذكرتها الآية سورة آل عمران: الأخوة والروح وروح الجماعة بتخلي الإنسان يكون عنده الثبات على الدستور، على اللي نذكر بسورة البقرة. شو هي الأخوة؟ يعني الأخوة وروح الجماعة ذكرت بآية بسورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا. ولا تكونوا كالذين، كمان في آية تانية بسورة آل عمران: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. من الأمم السابقة ومن بني إسرائيل تفرقوا واختلفوا، فأجاهم العذاب والعقاب والغضب من الله سبحانه وتعالى. فإذا 5 أسباب هلأ ذكرناها من عوامل الثبات: أول واحدة الدعاء،
التزام الدعاء دائما رغم العمل، رغم العمل الدعاء. ثاني شيء العبادة، التزام الصلاة والعبادة والفروض الأساسية. ثالث شيء الدعوة إلى الله، يعني لازم الإنسان كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ووضوح الهدف، لازم يكون الإنسان عنده رسالة بالحياة، والرسالة الكبرى هي نحن نكون نرضي الله في الأرض، ونحن نكون خليفة الله في الأرض، نعمر الأرض. رقم خمسة الأخوة والروح الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وطبعا حكيت، أنا حأرجع أعدلكم بس على السريع، عقبات الثبات هي زين للناس حب الشهوات، وما أصابكم من مصيبة قد يعني فبما كسبت أيديكم. يعني هي بس هي الآية اللي مذكورة بسورة آل عمران، قل هو من عندي أنفسكم، قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. ليش واحد بيقول يا ربي ليش هيك صار معي، يا ربي هيك ليش هيك صار معي، قل هو الرد، قل هو من عندي أنفسكم. طيب هلأ النصف الأول من سورة آل عمران يدعو للثبات فكريا، إيجاد نقاط اتفاق بين المسلمين وأهل الكتاب. هي السورة آل عمران سورة من السور العظيمة كتير، على فكرة أول سبع سور من القرآن، في حديث صحيح بيحكي عن أنه أول سبع سور من القرآن يلي بيحفظها وبيتدبرها وبيتقنها مع أحكامها الفقهية وتفسيرها فقد أتقن الدين كله، خلص صار حبر، صار فقيه، لأنه هي كل آيات الأحكام والعبادات والمعاملات، والباقي كلياتها كل السور الباقية لها علاقة بالموضوع الإيماني والروحاني. بس الموضوع الفكري والعقائدي والتطبيقي والدستور أول سبع سور من القرآن الكريم. لذلك البقرة وآل عمران، حكيت أنا بالمبارح بواحد رمضان، حكيت أنه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن العبد يوم القيامة، تدافعان عنه، وهما مثل الغمامتان يوم القيامة، يعني مثل تظل الإنسان، يعني مثل الغيمة، يعني غمامتان. طيب النصف الأول من سورة آل عمران إيجاد نقاط الاتفاق بين المسلمين وأهل الكتاب. هون إجا وفد من نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعم يناقش، هن المسيحيين عم يناقشوا الرسول صلى الله عليه وسلم بمواضيع أساسية بين الدين الإسلامي والمسيحي. فنزلت سورة آل عمران ترد على النقاش هذا والحوار. قل يا أهل الكتاب، خلاص نزل من عند رب العالمين، مو أنتوا بتآمنوا، أنتوا الدينين بتآمنوا أنه الله هو واحد، مو أنتوا بتآمنوا أنه رب العالمين هو اللي بنزل، هو نزل الأنبياء والرسل، فاسمعوا كلام الله اللي أنتوا بتآمنوا فيه واسمعوا هالآية. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا هو الرد، إجا على النقاش اللي صار بين النبي صلى الله عليه وسلم ووفد من النصارى من نجران. وكمان نذكر هاي الآية كتير، هاي السورة كتير حلوة، لها علاقة بين الدين الإسلامي والمسيحي مع بعض، وفي كتير نقاط مشتركة بيناتهم. إذا شوف ما أحلاه، يعني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني الإسلام، الدين الإسلامي، وهي السورة بالذات تتحدث عن أنه يا مسلمين لا تكونوا عنصريين، لا للعنصرية. كل العنصرية بالكون سببها أنه كل واحد نفكر طائفته أحسن من الثاني ودينه أحسن من الثاني. فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وكمان الآية الثانية، قل آمنا بالله. شوفوا شلون، يعني خلص إذا آمنتوا بهدول، فيعني يا مسلمين ويا نصارى، إذا آمنتوا أنتوا الاثنين فأنتوا على دين واحد. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتوا به فقد اهتدوا. هلا هي الآية تبع لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمين، تدعو مسلمون، تدعو إلى عدم العنصرية. لازم الإنسان يكون عنده مبدأ الإيمان بجميع لازم الإنسان يكون عنده، الإنسان المؤمن المسلم يكون عنده مبدأ من سورة آل عمران، هو أنه يؤمن بكل الأديان وبكل الرسل بكل الكتب السماوية، وإلا فأنت لست مسلم. وحتى من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحكي كله آمنوا في كل الأديان، ومنهم الدين الإسلامي. جاءت آية كمان بسورة آل عمران بالقسم الأول، اصبروا عفوا مو بالقسم الأول، جاءت آية من آل عمران، اصبروا وصابروا ورابطوا. هاي الآية بتدل على الثبات، لازم تكونوا عندكم المصابرة والمرابطة.
النصف الثاني من السورة حكت عن سورة أحد، عن غزوة أحد، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. هاي الآية بتدل على أنه الإنسان لازم يأخذ منها دستور لحياته. لما تكون هلأ هنن بغزوة، فلما يكون في أمر صعب، امتحان أو مواجهة مع طرف ثاني أو شيء، فالقرآن الكريم عم يعطينا منهجية للتعامل مع الإنسان اللي خايف. القرآن نزل بسورة آل عمران آية، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، يعني الله عم يطمن المؤمنين. فإذا منهج نبوي ومنهج قرآني من سورة آل عمران طمن الإنسان الخايف. إذا الله طمن المؤمنين قبل يعني غزوة وقال لهم أنه الله حيمدكم ب3000 من الملائكة، حينزل لكم يوم، فهذا تطمين للمؤمنين ولرفع الروح المعنوية. إذن الإسلام والإيمان والقرآن والحديث النبوية كلها تدعو إلى الإيجابية وتدعو إلى رفع الروح المعنوية للإنسان. طبعا المؤمنين والمسلمين بغزوة أحد ما انتصروا. أول شيء كانوا حينتصروا، بعدين خالفوا أوامر وقاموا خسروا غزوة أحد. فالقرآن الكريم واضح وصريح وما بجامل. فإجا كمان بسورة آل عمران زين للناس حب الشهوات، يعني انتوا غلطتوا بما كسبت ايديكم، انتوا حبيتوا انكم انتوا تسمعوا كلام عقلكم وكلام حالكم وما اتبعتوا اوامر النبي، فهي نوع من الشهوه، الانتصار للنفس او انه انا بعرف اكثر او شيء، فانت وقعت بما كسبت ايديكم. هلا بدي اذكر كمان شغله كثير مهمه ومميزه كثير بالقران الكريم كله، مميزه بسوره ال عمران اكثر شيء، ال عمران والنساء، وهن مشان هيك انذكروا ورا بعض مو عبثا. الحقوق المراه بالاسلام، حقوق المراه بالقران، المراه رمز الثبات بالقران الكريم. طبعا بتعرفوا قصه امراه عمران، هي الصوره اصلا نزلت لتحكي لنا قصه هي المراه وتكرمها. امراه عمران، مين هدول ال عمران؟ آل عمران هن عائلة أبوها وأمها للسيدة مريم أم المسيح عليه السلام. يعني هاي العائلة الفظيعة الرهيبة اللي عندها مبادئ وأسس وإخلاص وإيمان لله وعبادة لله، أنشأت أم المسيح عليه السلام، يعني طلعت منها هاي البيئة أم المسيح والمسيح. فهي العائلة ذكرت بالقرآن الكريم من كتر ما أنها عائلة رائعة وملتزمة بتعاليم الدين. هن كانوا ببيت بالفلسطين، وإن الله هون ذكر بالقرآن بالآية آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا. شوفوا قدي مهمين آل عمران. إن الله اصطفى، يعني اصطفى يعني اللهم اجعلنا من المصطفين، مصطفى يعني اصطفى. إن الله اصطفى على من كل البشرية آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، على العالمين كلهم. ف آل عمران ذكروا مباشرة بعد نوح وإبراهيم. نوح هو أول صاحب شريعة بالكون، وسيدنا إبراهيم أول خليفة للأرض وأول خليفة في الأرض وأول صاحب رسالة ووصاها لأبنائه، وهو كان قدوة أمة، كان أمة، هو كان قدوة للدستور، للامتثال بالدستور الإيماني من رب العالمين، وهو كان خليل الرحمن. يعني بعد خليل الرحمن مباشرة انذكر وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سورة آل عمران مثل ما قلت لكم بتكرم المرأة في القرآن، أعطاها حقوقها للمرأة وذكر كل هذا الشيء بسورة النساء بعدها مباشرة. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. كانت هي حامل وكانت عم تنذر لله تعالى، النذر من النذر، كانت تنذر لله تعالى إنه الولد اللي حيجي، هذا البيبي اللي حتولده، حيكون خادم بالأقصى بالمسجد الأقصى. وقالت يا رب أنا نذرته لك فتقبله مني. فشوفوا كيف رب العالمين حكمته. فلما وضعت قالت ربي إني وضعتها أنثى. يعني هن كان عندهم بهديك الزمان كمان أنه الأنثى ما إلى حقوق والإنثى مسكينة ومظلومة ومغلوبة على أمره وهيك. فالله سبحانه وتعالى يعني هون رسالة لنا أنه العائلة التقية حتى لو ما أجا منها ذرية من الذكور، ولا ممكن يكون إناثهم هون أمهات أنبياء. فالإنسان يعمل اللي عليه ويتقي الله، وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، خافوا عليهم. إذا كنت خايف على أولادك وخايف على مستقبل أولادك وأحفادك، فاتق الله، أن يتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، والله بيتولى أولاده وأحفاده. فهون
ان ذكرت امراه عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محرر، فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، الله بيعرف، وليس الذكر كالانثى، هيك هي عم تخاطب ربها، وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم، مريم البتول يعني مريم اللي هي العابده، يعني عم تورجي لرب العالمين يا ربي انا ايجابيه وراضيه بكل قضائك، وحتى ولو ما رزقتني اللي انا عم ادعي انه يكون خادم الاقصى، فهي البنت حتى هي البنت حتكون خادمه للاقصى، وهي البنت حتكون نذر لله، نفس الشيء صبي ولا بنت واحد، النذر نذر. ف وليس الذكر الانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نساء نباتا حسنا وكفلها زكريا. زكريا هو كان قريبة، كان هو كمان مسؤول عن المسجد الأقصى، فكان هو اللي هو مسؤول عن إطعامها وعطائها الطعام، فهي كانت بنت عابدة جدا 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 ومتعبدة لله بشكل غير يعني غير طبيعي، وكانت مؤمنة جدا، وحتى ذكر بالأحاديث النبوية لم يكمل من النساء إلا أربع منهم مريم ابنة عمران، فهي إنسانة رائعة، فهي كمان من يعني أم نبي. فالقرآن الكريم ذكر أنه المرأة قديش أهميتها، يعني شوفوا هاي الصورة فيها نساء كتير، فيها امرأة عمران وهي الأم، والبنت اللي هي مريم البتول. فهون شوفوا أهمية الإسلام، حتى أنه الدين نسب الدين الإسلامي نسب البيت للمرأة، هون رسالة لنا نحن نضيعنا حقوق المرأة بس، ولكن هي بالدين ما لا ضيعة، بالقرآن ما لا ضيعة أبدا حقوق المرأة، نسب القرآن البيوت للنساء، هي فكرة هون على الهامش. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، بسورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن وأحصوا عدة، لا تخرجوهن من بيوتهن، ومو لا تخرجوهن من بيوتكم، من بيوتهن معناتها البيت بيت المرأة وليس بيت الرجل، حتى ولو كان هو اللي شاري البيت، هي أول شغلة. ثاني شغلة، واذكرنا حتى نساء النبي، مو النبي كان عنده 9 زوجات، هدول النساء كلهم كيف خاطبهم الرسول القرآن، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ما قال يا نساء النبي اذكرنا ما يتلى في بيوت النبي، قال اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني إذا صار مشاكل حتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مو بيته، حتى لو صار مشكلة طلاق بيترك له بيته وبيطلع، النبي اللي هو نبي اللي هو قائد الأمة اللي هو يعتبر ملك الأمة يعني. فتخيلوا أهمية المرأة بالقرآن الكريم، ونحن ضيعنا حقوق المرأة ولسه عم ندور على حقوق المرأة، بس هذا الشيء أبدا ما له علاقة بالدين. شو اسمه كمان لهلا نحن منزور الروضة الشريفة بالمدينة المنورة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهي روضة من رياض الجنة هو بيت عائشة، فحتى بيت عائشة شوفوا يعني بيت عائشة هذا بالآخر، نحن عم نروح منزور بيت عائشة. فإذا اتلوا القرآن في بيوتكم، هي كمان رسالة لنا. طيب هلأ نرجع لسورة آل عمران، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، يعني خادم البيت الأقصى المسجد الأقصى، هي أنا حكيت الفكرة ما عم عيدها، بس في فكرة تانية هون، إني نذرت لك ما في بطني محررة، ما مو مثل أمهات هالأيام أنا بدي أجيب ولد لكبرتي لإلي، الأنانية والإيغو عند المرأة إنه أنا بدي إياه لكبرتي يتعكز عليه، هي ما بدي إياه لكبرتها، مع إنه هي ما جابت غيره يعني ما عندها أولاد كانت، فهالولد اللي إجا على كبر نذرته لله. فشوفوا كيف الفرق بين الإنسان اللي الله بيفتح عليه، شوفوا هي بنتها طلعت مريم وحفيدة المسيح. أنا ما بعرف شو صار، أنا لساتني طالعة عندكم، أنا طفى البث عندي. طيب هون أرجع بعيد الفكرة، إن شاء الله أكون لسه طالعة عندكم. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، نذرت لك وليس لي. الأمهات هلأ بتجوز الولد وبيصير عنده أولاد وأحفاد، ولسه الأم مفكرة حالة إنه هذا الولد تبعها، يعني هذا الابن هو تبعها إلها وبس، صح أو هي أمه وبر الوالدين وكذا، ولكن ليش ما إحنا ما نرتقي أكتر ويكون كل شيء حتى أولادنا يعني نسلمهم لله، مثل أم السيدة مريم عليها السلام امرأة عمران. طيب بعد ما نوت لله أنبتها الله نباتا حسنا، وكانت امرأة
رائعة، وبعدين صارت أم المسيح عليه السلام. طبعا هون رد بعض الشبهات كمان، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الله رد على نفس القصة اللي حكيت لكم إياها تبع حوار النصارى مع سيدنا محمد، نزلت آية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلاص، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لا تجادل، هذا الحق، مو أنتوا عم تعبدوا الله، الله سبحانه وتعالى عم ينزل عليكم آية هلأ، هي هي الحقيقة. هيك بتقول سورة آل عمران. أول كلمة هون كمان، هون بدي أحكي قصة كمان على الهامش. واحدة من أمهات الصحابة أمه لأنس بن مالك كانت كتير تحب قصة سيدة مريم ابنة عمران وزوجة عمران، فندرت كمان هي، فقالت أنه أنا إذا إجاني صبي بدي خليه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وجابت صبي اسمه أنس بن مالك وعلمته الكتاب الحكي وعلمته كل شيء، وصارت تعلمه وتقول له هي كذا هيك، جيب مي اعمل هيك ساوي هيك، وبعدين راحت لعند النبي صلى الله عليه وسلم قالت تقبلوا مني هذا خادم لك يساعدك يا رسول الله. وهون كمان في يعني هيك على الهامش ما له علاقة بالسورة، بيقول لك أنس بن مالك خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال لي أف قط، هي كمان لها علاقة بالتربية. والآن يتأفف الناس من أولادهم وزوجاتهم وأزواجهم وأبهاتهم وأمهاتهم وكل شيء، ونحن النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه ما قال له أف قط، أف يلي ما قال له حتى أف، مو سبه ولا ضربه ولا أهانه ولا أذى النفسي ودمره نفسيا وأنت ما بتنفع وأنت غبي وأنت لا لا لا، بس أف ما قال له. فهذا قدوة لنا كمان، هي على الهافش من التفسير هي السورة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كمان هون في فكرة، وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كان يروح لعنده مشان يعطيها الجبلة الأكل، فيجي يلاقي عنده أكل خالص موجود، يلاقي عنده الأكل، يلاقي خضار وفواكه الصيف بالشتاء، وخضار وفواكه شتى بالصيف، وهي كانت دائما قاعده عم تتعبد ربها بالمحراب. طبعا نحن يعني هلا بهذا العصر طبعا نحن مو مطالبين انه نقعد 24 ساعه بالمحراب، هدول الانبياء، ولكن الفكره انه انت اذا التزمت المحراب فانت ثابت، وانت الله حيرزقك بنيتك يعني، طبعا مع العمل، نحن بالنسبه لنا مع العمل، هن يعني هن كانوا حاله خاصه هدول العائله. فهون الفكره انه مو قلنا انه من عوامل الثبات هي الدعاء والعباده. طيب الله كفل له رزقه، فهو لما طلع هيك، هون الفكرة اللي بدي أقولها عن المرأة. سيدنا زكريا كان نبي، ومو حي الله نبي كمان، يعني كان نبي ببيت المقدس، ولكن هو ثبات النساء اللي حواليه وقوة المرأة اللي حواليه ثبتته. كان إنسان عقيم وما بيجيب أولاد، وكان اشتعل الرأس شيبة، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، يعني خلص إنسان. حتى أنا سمعت مرة قصة من القصص، ما متأكدة يعني، مرة سمعت إنه كان عمره فوق 70 سنة، فوق 80 سنة، وما عنده أولاد. فسيدنا زكريا كان يعني ما يائس، لأنه هو نبي مو يائس، ولكن قال خلص ما في نصيب، يعني رب العالمين مو كاتب لي يجيب أولاد. بس لما شاف مريم، هي مريم مثل بنته يعني، فهو قريبها، فلما شاف مريم ثابتة 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 على العبادة والدعاء، ولا بتكل ولا بتمل هي وأمها، فامرأة عمران، فقال يعني شو هالعيلة هي، يعني شو هذا، هو بيقربن، بس قال إنه في شيء، شو هالقوة المرأة هي، ليش ما أنا كمان كون مثلهم، أنا رجل ليش ما أنا كمان كون قوي مثل هالمرأة، شو هالمرأة هي العظيمة، هديك اللي دعت حتى جابت بنتها على كبر وما عندها أولاد وندرتها للبيت الأقصى، وسيدة مريم كان يجيها رزقة. فهو طلع هيك وقال، هون الشاهد اللي بدي أقوله، من عوامل الثبات العبادة والدعاء، ولما تكون أنت متعبد صح ومخلص صح الله بيستجيب دعائك. هون الآية، هنالك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. هلأ هون الفكرة اللي بدنا نستفيدها، أول شيء هو تحمس وتشجع من قوة المرأة، فكان عنده قوة دعاء دافعة، متأكد ومتيقن أنه رب العالمين اللي رزق هالبنت رح يرزقني، يعني يروح يرجي لعندها يلاقيها عندها فواكه الصيف بالشتاء وفواكه الشتاء بالصيف، وهي ما عم تعمل شيء، ما عم تتحرك من مكانها، بس عم تعبد رب العالمين. فهو صار عنده اليقين أنه قوة المرأة
ودعاء المرأة شوفوا شو عمل، خليني جرب ادعي. طبعا هو ما جرب، هو كان عنده يقين لأنه هو نبي. هنالك دعا زكريا ربه. وهون كمان في شاهد من هاي الآية، هنالك، كلمة هنالك، انتهز الفرص. عندما يأتيك لحظة الخشوع ولحظة اليقين بالله، ولما تشوف آية من آيات الله غريبة وعجيبة، هنالك هي من أوقات استجابة الدعاء. حتى مذكورة بالدين من أوقات إجابة الدعاء، لما تشوف نعمة على حدا أو لما تشوف شيء عجيب، شيء معجزة صارت غريبة عجيبة، هنالك دعاء فورا. فوقف وادعي. أول ما تشوف مثلا واحدة أنت جاء بالك شيء، شفت واحد هلأ نجح، ادعي دغري أنت فورا، ادعي له كمان بالبركة. وأنت ادعي يلي شفت واحدة مثلا الله رزقها مولود، ادعي أنت، ادعي قولي هنالك دعاء. بهالفترة هي هنالك دعاء، هي من مواطن الإجابة. مو قلنا إنه من مواطن، مو دائما بيقولوا بالدين إنه من مواطن الإجابة لما ينزل المطر ولا السلسل الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة وبعد الوضوء وقبل الصلاة وبعد الصلاة وبالتشهد الأخير، مو بيقولوا هي المواطن الإجابة وليلة 27 رمضان وكذا. ومن مواطن الإجابة أيضا عندما ترى أثر نعمة الله وأثر قدرته وأسماءه الحسنى على عبد، أول ما تشوفه هنالك تذكر هالكلمة فورا، هنالك هيك مثل السهم، هنالك دعا زكريا ربه فورا. وقف على المحراب، شاف عنده الرزق، قال أنا لك هذا، قالت هو من عند الله. وقف هيك وقال إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقف هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فلما تجي كلمة فا بالقرآن الكريم يعني فورا مباشرة. فنادته الملائكة وهو قائما يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وهون كمان إذا بدنا نفسر ونتدبر بهذه الآية، كلمة فا يعني أنت لما أخذت بالأسباب، سعيت ودعيت، بس كمل، وقف بالمحراب وصلي، وما حتجيك البشرة وأنت إلا وأنت بقمة عبادتك. خليك ثابت على العبادة والصلاة والصلة بالله وحيجيك. فنادته الملائكة أمتى بشروا؟ وهو بالصلاة، هو بالصلاة، هو عم يصلي، قالت له الملائكة وهو قائم بيصلي في المحراب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. أمتى أجت البشرة؟ وهو عم يصلي. لا تيأسوا من الصلاة ولا تيأسوا من الدعاء. ونحن هلأ بشهر رمضان المبارك وشهر المعجزات، ولا حدا يقول انه لا ما بنعرف يمكن الله مو مختار لي الخير. لا، ادعي بثقه بالله سبحانه وتعالى، ورب العالمين هو صانع المعجزات وبيجعل الخير بكل شيء باذن الله تعالى. كمان هي السوره بتذكر بنفس سوره البقره ان الانسان خليفه الله في الارض، وحكيت لكم عن اهميه الدعوه الى الله. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هي كمان من اسباب الثبات للانسان والقبول عند الله، انه يكون يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. الربع الأول ربعين من سورة آل عمران ذكرت صفات المؤمنين الثابتين على الحق. الربع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من سورة آل عمران ذكرت قصة مريم وعيسى ورد الشبهات والجدل بين الدين الإسلامي والمسيحي. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الربع الأخير، الربع الثامن والآخر السورة، الربع الثامن ذكر غزوة بدر وأسباب الفشل، وذكر التحفيز، حفزهم أنه رب العالمين أمدهم بالملائكة، وعقوبة الربا. والربع التاسع حكى عن غزوة أحد، كمان حكى عن غزوة أحد عفوا لا أول شيء الربع الثامن حكى عن غزوة بدر وانتصروا فيها المسلمين. بعدين حكى هي ألم يكفيكم يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. هي لما الله سبحانه وتعالى كانت غزوة بدر يعني أول غزوة، وكانت يعني عوامل النجاح صفر. يعني إذا الواحد إجا درسها بالقوانين البشرية حيقول نحن فاشلين 100%، ما حنفوز. عدد المشركين أضعاف عدد المؤمنين، ولكن الله قال ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين. يعني هي بشرة للإنسان. الإنسان لازم يكون محفز لغيره، ولازم يبشر غيره إذا كان عنده كرب وهم عظيم مو زود على قلبه. وعقوبة الربا حكى كمان عنا، والربع التاسع حكى عن غزوة أحد وأسباب الفشل. وبعدين الصورة، ختام الصورة يتحدث عن التفكير وعن التفكر والتدبر، عن التفكر والتدبر وفي دين الله وفي آيات الله. وهي هي الآية اللي ذكرت، الله أكبر عم يأذن العصر عنا، الآية اللي ذكرت بآخر آخر صفحة، آخر صفحتين من سورة آل عمران، هي تدعو إلى التدبر والتفكر وليس فقط القراءة والركض.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما. شو صفاتهم أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هي عم يعلمنا الدعاء، عم يعلمنا التدبر، وعم يعلمنا طريقة الدعاء. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إن الله إنك لا تخلف الميعاد. يعني يا مؤمن كون عندك هدف في قيامة، أنت خليفة الله بالأرض وإن هي رسالتك بالحياة، لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. من ذكر أو أنثى، وهون بدأ بالأنثى، يعني الأنثى والذكر مثل بعض، ما في تمييز عنصري ولا شيء. بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي إلى آخر الآية. بعدين رد الشبهات والتسوية بين الأديان، وبين أنه لازم تآمنوا بكل الأديان وبكل الكتب وبكل الرسائل السماوية. وفي آية كمان حاسمة آخر الصورة، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هون القرآن ما كان يعني عم يعلمنا أنه لا تكون إنسان عنصري. في من أهل الكتاب مؤمنين بالله وما أنزل إليكم وخاشعين لله، وهدول رب العالمين هو متكفل بحسابهم، وهو هن يعني إذا كانوا مؤمنين برسالة المؤمنين فهن يعتبروا مثلنا بالضبط. فهي الصورة كتير رائعة. أنا كنت من زمان أقرأها، يعني أقرأ شوي بالتفسيرة، بس اليوم تعمقت أكثر وكتير عجبني التفسير. إذا عندكم تفسيرات تانية أو إذا عندكم أي أفكار ما قلتها اكتبوا لي اياها بالتعليقات، وان شاء الله بكره بدنا نكمل يعني بالملخص سوره. بس يمكن سوره النساء فيها احكام كثير فقهيه، فما ما حقدر لخصها. شو بدي لخص فيها؟ هي كلها فقه واحكام، واحكام النساء واحكام البيوع واحكام كل شيء له علاقه بالفقه والاحكام، يعني فصعبه. فيمكن يعني اخذ مثلا كل 4-5 سور مع بعض واحكي الرساله من هي السور والتدبر واسماء الله الحسنى. ولا تنسوا انه سوره آل عمران ابتدات بالله لا اله الا هو الحي القيوم. وسوره البقره كمان الله لا اله الا هو الحي القيوم، ايه الكرسي هي الايه العظيمه، اعظم ايه بالقران الكريم، واسم الله الاعظم هو الله الحي القيوم. فمن يدعو الله فيهن بيستجاب دعائه بإذن الله. وطبعا رب العالمين مو عبثا ذكر قصص استجابة الدعاء الفظيعة تبع سيدنا زكريا، هي المعجزة الرهيبة اللي الله رزقه بعد أن اشتعل الرأس شيبة، وبعد ما كان ما عنده أولاد وعقيم وعجوز، كيف الله رزقه على كبر ولد طفل. فهذا مو من عبثا أنه نذكر بنفس السورة سورة الحي القيوم. يعني يا مؤمنين اللي عندهم مشاكل وكرب ومسكر الدنيا بوشهم، استخدموا اسم الله الحي القيوم، وإن شاء الله تكونوا مستجابين الدعاء، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. يمكن طولت عليكم اليوم أكثر من مبارح بس طلعت ربع ساعة، بس هاي السورة كتير بتستاهل. طبعا سورة البقرة مثل ما قلت لكم هي منهج ودستور حياة، وسورة آل عمران هي الطريقة بعد ما اتبعنا الدستور بحياتنا، الطريقة للثبات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وإن شاء الله يا رب تقبل الله طاعاتكم. معكم شذا شعبان، أحبكم في الله جميعا. إلى اللقاء إن شاء الله. استنوني كل يوم الساعة 3 العصر بتوقيت مكة المكرمة، بتوقيت السعودية. إن شاء الله حأحكي ملخص سريعا، هحاول أني أشمل القرآن الكريم كله برمضان بإذن الله. إلى اللقاء.